إلى كلمة من الأستاذ أبو معاذ أسامة بقداش، وهو من قراء الغوطة الشرقية ومن العلماء الذين أقرأوا القرآن سنين طويلة، ولا زال يقرأ القرآن، ولا زال ما شاء الله تبارك الله طلابه يعني يملؤون الوقف ويتوافدون عليه ليلا ونهارا وكل وقته للقرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. إن شاء واقفا، إن شاء واقفا فهو طويل يعني، وإن شاء جالسا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. يعني ليس هناك كلام بعد كلام شيخنا الشيخ يحيى وشيوخنا جزاهم الله تعالى كل خير. هذا الكتاب عندما أكرمه الله عز وجل بحفظ القرآن، تحدث بنعم الله منذ ما يزيد عن 30 سنة، أهداني أستاذي هذا الكتاب فقرأه والدي من أوله إلى آخره، فقال لي: ما قرأت أمتع من هذا الكتاب. هذا الكتاب يحلق بروح الإنسان أن يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشيخ مجير: الفائدة من هذه المجالس والفائدة من قراءة هذا الكتاب أن نوجد أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أن نوجد هديه فينا، أن نحيا كما حي صلى الله عليه وسلم. أقول كلمة قرأتها لابن القيم في كتابه مدارج السالكين، يقول فيها: أيها السالك، اتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب والشيخ والمرشد حتى تستولي روحه على روحك فتسير معه حيثما سار، وتتوقف معه حيثما تتوقف. طيب إيش الفائدة عندما يكون هذا الاتباع العظيم لكل شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتقرأ كتاب الله عز وجل، فتقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتنظر حظك من هذا الفتح، ثم تقرأ: ألم نشرح لك صدرك، فتنظر حظك من هذا الشرح. وكلما كان اتباعك أعظم، كلما كان فتح الله عليك أعظم وشرح الله عز وجل لصدرك أعظم. نسأل الله عز وجل أن يجزي أشياخنا خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين.